أهلا 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 بحضراتكم، عاملين إيه؟ كله تمام. نقابة الموسيقيين، نقابة الموسيقيين والنقيب الجديد الأستاذ مصطفى كامل، وقرار إيقاف مؤقت من نقابة الموسيقيين لمطربي المهرجانات. خد بالك إنه قرارات نقابة الموسيقيين بهذا الشأن دائما ما تثير يعني إيه الحفيظة، أو تثير اللغط، أو تثير الهوسة، إلخ إلخ إلخ. بس خلونا ناخد معنا أولا الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين. أولا أهلا وسهلا، ثانيا ألف مبروك، نورتنا. أهلا وسهلا يا أستاذ يوسف. عامل إيه يا أستاذ مصطفى؟ إيه الأحوال؟ كله تمام؟ الله يكرمك، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أستاذ مصطفى، القرار الذي سوف يثير اللغط والزوابع والمشاكل، إيه اللي حصل؟ ان شاء الله ولا زوابع ولا مشاكل، ده انا بالعكس خدت القرار ده عشان نطفي النيران المشتعله في هذه الحكايه. يعني انا يا استاذ يوسف جالي تخوف ما، قلت الكرسي او مقعد الدقيق ده او البوزيشن ده ما ينفعش تبقى فيه لا راجل ديكتاتوري، لا راجل تبقى لك حق الاجازه المطلقه، فيجي يتهمك البعض بانك سبب الاسفاف، ولا ليك حق المنع المطلق عشان الناس ما تقولكش ده راجل كافر وقطع ارزاق وبيقطع ارزاق الناس. ابتديت افكر في الامر جيدا، وقلت ملهاش حل تاني غير ان احنا نجتمع نعمل لجنه مشكله من قامات المهتمين بالفن والثقافه والنقد ونقعد مع بعض نتحاور. اهم حاجه في النهايه تبقى الريزلت بتاعنا، تبقى النتيجه بتاعتنا ريادة مصر. احنا مش طالبين من الشباب دول، انا عن نفسي شخصيا او بصفتي التنقيب مش هطلب منهم اقول له غني لي من اجل عينيك عشقت الهوى، انا مش عايزه يعمل كده. ماشي. بس برضه مش عايز يقول يا استاذ يوسف انت شوجري، يعني مش عايزين نروح لده. شوف انت ضحكت، انت ماشي، انت ضحكت. يعني احنا انا عندي خوف خلاص على اولادي، وانا لم اخفيها ولن اخفيها خلاص. النوعيه دي من الاغاني دي ومن المسمى بالمهرجانات هي اخترقت بيوتنا خلاص، اخترقتنا واخترقت حياتنا واخترقت اولادنا. الخوف بس ان اتبقى الصراع دلوقتي والمنافسه بينهم على الابتذال الاكثر. يعني احنا كل شويه هم بينافسوا دلوقتي على الكلمه المبتذله. انا ما عنديش اي مشاكل في المزيكا، احنا دايما تحفظاتنا، وهتلاقي تحفظات حضرتك واسرتك واولادك هي تحفظ على الكلام الرديء اللي رايح منه. في ناس كتيرة منهم ابتدت تعدل مسارها وتحاول ان هي تقول كلمة كويسة. الناس دي اكيد احنا مش ضدها، واكيد هنحييها واكيد هنقف جنبها. احنا هنعمل الاجتماع يوم الاربعاء ان شاء الله، وانا بدعوك بصفة شخصية ورسمية تنورنا، لان الاجتماع فيه الدكتور مصطفى الفقي، فيه الدكتور اشرف زكي، فيه استاذ مسعد فودة نقيب الممثلين طبعا، في الاستاذ عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، معانا قامات كويسة ونسيت انا الناقد السينمائي الاستاذ طارق الشناوي، كلمته برضه ويشرفني يا استاذ يوسف تكون يا ريت دعوة مني لحضرتك على الهواء. احنا الساعة 5، ولما دكتور اشرف زكي كلمته قلت له انا بفكر اعمل كذا كذا، قال لي تيجي نعملها في نقابة المهن التمثيلية، قلت له مواضيعي كلنا هي بيوتنا، احنا كلنا حلو ننتمي للفن المصري. دعوة كريمة منك وانا اتشرف وجاي الساعة 5 بامر الاحسن. بس الغدا عليك، الغدا عليك. على عيني على عيني على عيني. طيب شرفني وتنورني. يبقى شرف ليا. يبقى هنا المسألة هنطرح وجايب انا مختلف الاراء والتوجهات. يعني الناس اللي بتحب الظاهرة، وفي ناس من زملائنا حضرتك تعرفهم منتمين قوي لمبدأ حرية التعبير اللي انا مش مؤمن بيه، لان انا بشوف ان الحرية لها قيود، والحرية إن كانت هتضر بيوتنا وهتضر مجتمعنا وهتضر بلدنا، لا دي ما اسمهاش بس حرية. هنا بقى تحفظ النقيب على الكلام والابتذال مش على اللون، صح؟ لم ولن أصادر على أرائكم يوميها، ولكن أنا بقول علينا اللي أنا بسأله في تصريحات دلوقتي بقى هو نقيب الموسيقيين، تحفظك على الكلمات المبتذله ولا على اللون الموسيقي؟ ابدا، اللون الموسيقي عملناه كلنا يا استاذ يوسف. كنت بقعد انا
ومحمد فؤاد في يوم من الايام وانا بعمل. كنت لسه هقول لك زمان مصطفى كامل ومحمد فؤاد ومحمد وعمرو دياب كلنا وكل الجيل برضو كان عندكم مشكله مع الجيل اللي قبله، انه قالوا ايه الالوان دي وايه الموسيقى دي ومش عارف ايه وحاجات زي كده. غير الجيل اللي قبله يا استاذ يوسف، كنا بنقعد نشتغل الاغاني الدراما ونعمل حودعك ونعمل حب الحقيقي، ونيجي عند غنوايه كده نقول ايه عايزين نعمل الغنوه الراقصه اللي كنا بنسميها احنا الغنوه الهيت. ماشي. الهيت الالبوم معنى الغنوه الهيت في مجملها ان احنا عايزين نعمل غنوه بترقص فيها بهجه وفي الافراح. اعملوا البهجه، بس ساعتها قلنا كذاب مغرور، ما قلناش انتش واجري.